تسترى المساءله هذه المحاسبه يوضب بنا انا وريدين قالوا قلنا افراد هذيك الدور نص يمشي لنا هذا كان قانون. وبالتالي المدير الجهوي قال دغ الخدم يشال واعدين دغ بانه ديس عن ثغ المراسله بانه يوزن تيتي المفتشيه العامه افرادت تباشري والبحث تتاخذ المتعين في حق طبيب ناقص ديال يدينا وريلي ها انت مزوار انت ها المدينه المدير الجهوي. فيما يتعلق بتفعيل الحراسه افراد دير هادو ردودون مدنتي سناتيكال نختي سكرات نختي سربعه نفدي نفس المشكل وريت لي طبيب المستعجلات وريت لي ويا هات يفعل الاجراءات الحراسه المداومه في السبيطار التيلي بشكل فعال يوعد بانه قد يزايد 5 فرمليين شكون كان سيتني سنة القبلات 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 حقات بابن خصا ديالي اوريلي تزويد المستشفى الاطر التمريضيه 5 الاطر التمريضيه يا دبيك سي ابراهيم هادي لين شويه تفعيل الحراسه اتخاذ الاجراءات منك ود المدير الجهوي بانه يضع رهن اشارته التليفون باش اساكدي داك السبيطار هادو نسود غير انت اساكدي داك السبيطار يا في سوء المعامله يفاد بي بوريلي نختا يتصل بيت مباشره يتخذ المتعين في حق انا نيلة انك انت بانه المهم كان داك السويد غير الان كان كيجاوب جاوب داك راه كيجاوب داك انت غادي نصيود ان يضر ان يجرى الاجتماع بكل امانه هاتنا هاتنا هذا هات نصيود ما يدينا الخلاصه بالنسبه انك معنا بانه انت جاي والمجهود خطر فرد توفر التجهيزات دويا دويا السبيطار غاتغرس الحق نكونين انا كمجتمع مدني بانه السبيطار ضغط الحاله المزريانس لا ترقى او ديوت الحد الادنى الطموح نيلان اجل سند بانه هاتحشومه لومبيلونس تغيما يوميا اربعه تواديوي لاتفه الاسباب لابسط الامور دوس الرشيديات الحاله الفاقر العواز الوقت بزاف الحوايج اي ضغط الوضع ولينا غير في نفس يوعد بانه بالاضافه انك الى 2 مليار نيتو خسرن نيتو يوغندا التجهيزات الطبيه غتقادي عاود هذيك المجهود افراد تزايد الاطر الطبيه التجهيزات الضروريه بتضافر الجهود وبالمناسبه ديال عاود الجماعه نقول ميما تقايوت المراسله بشكل رسمي المدير الاقليمي المدير الجهوي الوالي وزير الصحه افراد تزايدنا تفعل هاتي التعهد بانه قادي المتابعه ويا هان ما يدينا الاجتماع هي تصاود اوتي ولكم وسع الله. وراه هي تحت هذاك الشيء. شكرا 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 شك